صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 41 لسنة 2024 بتعيين مدراء في هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار جاء فيه: يعين في هيئة البحرين للثقافة والآثار كل من السيد هاني علي جمال بهزاد مديرا لإدارة الاتصال والشراكات، السيد مصطفى سلمان عبد المحسن السليمان مديرا لإدارة الممتلكات الثقافية والمشاريع، السيدة دانا يوسف عبد المحسن عبد الغني مديرا لإدارة التراث الوطني، السيدة هدى السيد عبد الغفار محمد العلوي مديرا لإدارة الثقافة، السيدة هيا أحمد السيد إبراهيم السادة مديرا لإدارة المتاحف.